السلام عليكم. تعظيم سلام لكورونا بيه، رمز الشهامة والكرم. ما عرفش ليه حاطين عليه، مع انه فيروس محترم. اول ما شرف عندنا قفل القهاوي والبارات والخمارات وكازينوهات شارع الهرم والكوافيرات اللي بتعمل في الحريم زي الورش، كله فينش. ولا تسريحات ولا مكياجات ولا فرش. ظهر الحواجب منفوشين، ظهر الشناب، ظهر الكدش، كله انهرش. رحم العريس من كل تكاليف الفرح، من كوافرات لاستديوهات لفلوس صلاه. يعني اللي يتجوز في عهد الحظر ده يبقى فلح. وابو العريس ولا جاب جاتوه ولا مشروبات ولا حتى وزع كيس بلح. منع الشباب، منع الحريم، منع البنات من الصرمحة ومن البرطعة. ولا هدوم متلزقين، ولا هدوم متقطعين، ولا هدوم مترقعة. غير حياة كل البشر من النقيض إلى النقيض. تقدر تقول بالمختصر ربنا تاني من جديد، وحبسنا بين أربع حيطان زي الفراخ ناقص نبيض. ويعين على حال الرجال لما بتقعد في البيوت، بتبوس على دماغ الساعات علشان تفوت. وهنعمل ايه حكم القوي؟ حكم الكورونا المفتري خلى الرجال ما بين نارين، يا اما حظر ام العيال يا اما حظر العسكري. وعلى الصعيد العالمي كورونا له دوره العظيم، عمل اللي ما عملوش زعيم ولا وزير ولا امير ولا رئيس. خلى جميع الملحدين والمشركين صلوا صلاة المسلمين في الصين ولندن وفي باريس. خلى الجماعة الأمريكان رفعوا الأذان في الكونجريس. عمك ترامب اللي افتكر نفسه الإله علشان عساكره منطورة في كل اتجاه، كان لما بيشاور يمين الدنيا تيجي يمين معاه، وأما يشاور على الشمال الدنيا تيجي شمال معاه. في كورونا تاه، عمال بيشحت كمامات. شوف عنده كم واحد مصاب غير اللي مات. فين الجيوش والدبابات ولا الغازات؟ فين المارينز اللي بيطلقه من سلاح ممكن يوقع عصفورين؟ راح كله فين؟ فين الجيوش اللي بتدخل في الحروب بالزر او بالزنبلك؟ رب العباد بيقول لهم انا الملك، رب العباد بيقول لهم انا الملك. واليون سيف عماله تصدر توجيهات وتحذيرات وانذارات. الكل يلبس كمامات وجوانتيات. لابد من غسل الوشوش، لابد من غسل الايدين. ايه الجديد وعملتوا ايه؟ ما هو ده وضوءنا للصلاة يا مغفلين. واللي حينكر ده غبي، والحجر ده اللي بتعملوه عملوا زمان سيدنا النبي. يعني احنا دايما سباقين، والدين بتاعنا احلى دين، بس احنا كنا مقصرين، وكورونا جاي علشان نتوب ونعود لرب العالمين. السلام عليكم.